يا استاذ عبد الناصر، معلش، لان للاسف بعض المواقع كتبت ان في عرض وصل للنادي الاهلي منذ ساعات بشان حسين الشحات، فخلينا برضو ننفي هذا الامر تماما. حسين الشحات بيتمرن مع النادي الاهلي، ما فيش اي مشكله، وموجود في بعثه النادي الاهلي باذن الله المسافره للسودان، وحتى هذه اللحظه ما فيش عرض رسمي وصل لدى النادي. فبس برضو البعض بيحاول، مش عايز اقول يخرج حسين الشحات عن تركيزه، ولكن بيتقال كلام كتير، عروض لحسين الشحات، حسين الشحات يفكر الرحيل، توتر العلاقه ما بينه وما بين موسيماني، كل هذه الامور عاريه تماما من الصح. حسين الشحات شغال وبيتمرن وبيأدي بشكل كويس، فما فيش اي مشكله في هذا الامر برضو. طيب تمام، ده بالنسبة للعيبة. وبالنسبة نروح بقى للمصابين الأول، طمنا على حمدي فتحي بقى فصل الخطاب بعد الأشاعات واللازم منه والكلام ده كله. طبعا يعني يمكن كل جماهير النادي الاهلي اكتر اتنين كانوا مركزين معاهم الفتره الماضيه حمدي فتحي وايمن اشرف. تمام، يعني كان الشغل الشاغل لكل الاهلاويه، خصوصا ان يعني قيمه الاتنين وقبل لقاء مهم للنادي الاهلي طبعا مع المريخ السوداني. خلينا ان طبعا كل اتقال كلام كتير في الموضوع ده، ولكن وفقا للتصريحات الرسميه اللي خرجت من النادي الاهلي من الدكتور احمد ابو عبله، الاصابه عباره عن شرخ في الذراع، تعرض ليها في اللقاء طبعا مصر وكينيا على هذا الاساس، تم تغييره في حوالي دقيقه 70. حمدي فتحي محتاج فتره علاج لم تقل عن يعني 6 اسابيع، مش اقل من شهر ونص بمنتهى الامانه، يعني لان الشرخ في الذراع ده للاسف بيحتاج لفتره علاج طويله شويه، مش اسبوعين زي ما كان البعض متخيل، فهو حوالي 6 اسابيع، دي فتره العلاج الرسميه اللي النادي الاهلي اعلن عن عودتها، وبالتالي حمدي فتحي هيغيب عن النادي الاهلي حوالي شهر ونص. اتمنى ان شاء الله باذن الله ليه الشفاء ويعود في اسرع وقت. طبعا حمدي فتحي قيمه في المنتخب وقيمه في النادي الاهلي. كان في كلام ان يعني الاهلي هيطالب بالتحقيق في موضوع حمدي فتحي لانه لعب وهو مصاب. خلينا نوضح برضو، يعني كان في كلام بمنتهى الامانه ما بين طبيب المنتخب وطبيب النادي الاهلي، وكلام طبيب المنتخب دكتور محمد ابو العلا ان اللاعب يعني تعرض للاصابه مرتين، مرة كان في الكوع ووقتها لما تم يعني اسعاف اللاعب واتحط له بنج، اللاعب قال ان الدنيا تمام ومش ما بيشتكي، يعني ما فيش شكوى من حاجة. بعدها بدقائق في التحام اخر مع لاعب من منتخب كينيا تعرض لإصابة اخرى، هي دي اللي عملت له الشرخ، واللاعب هو اللي كان طلب في البداية انه يشارك. انا مع كل اراء جماهير النادي الاهلي اللي كان لابد حرصا على اللاعب انك يتم اخراجه مع اول اصابه ما يتمش المجازفه بيه، لكن الاصابه برضه في نفس الوقت هي قدريه، يعني مش من نوعيه الاصابات ان اللاعب اعلن عن اصابته ما قبل اللقاء ثم شارك فتجددت الاصابه. لهذا الاساس النادي او المنتخب كان حريص على راحه ايمن اشرف، وده برضه بناء على تواصل ما بين النادي الاهلي والمنتخب. فالاصابه هي اصابه قدريه، طبعا كان من الممكن تلافي زيادتها او يعني وفقا لتصريحات المسؤولين في المنتخب هي جت من الخبطه الثانيه مش من الاولى، لكن في كل الاحوال طبعا الامر ازعج مسؤولي النادي الاهلي، علشان كده طلعوا بيان ووضحوا حجم الاصابه، ولكن في نفس الوقت يعني الاصابه مع المنتخب العلاج بالكامل هيتحمله المنتخب واتحاد الكوره وخلاص، والاهلي لا ينوي التصعيد في هذا الملف. لكن موضوع ايمن اشرف النادي الاهلي واضح فيه، لهذا الاساس تم الاتفاق ما بين يعني مدير الكوره في المنتخب كابتن محمد بركات مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وتم خروج ايمن اشرف من حسابات المنتخب وعاد الى النادي الاهلي وخد راحه 24 ساعه ثم شارك في المران الذي يقيم من ساعات. كان في حاله من الاجهاد تعرض ليها اللاعب بسبب السفر لكينيا، ورغم شكواه من الام في الركبه، ورغم كان نيه المنتخب عدم استدعائه او استخدامه في لقاء كينيا، لكن هم كانوا بيفكروا يستخدموه في لقاء جزر القمر، ولكن الكابتن حسام البدري راى في الاخر هناك العديد من البدائل ولا بد من راحه ايمن اشرف، فكان هذا القرار. فحمدي فتحي 6 اسابيع للاسف يعني اتمنى له الشفاء، ايمن اشرف جاهز فنيا وطرقيا وبدنيا واتمرن مع الاهلي منذ ساعات ومسافر مع النادي الاهلي السودان باذن الله. طيب نروح لبعثه المنتخب الاهلي المسافره للسودان، والتفاصيل وصل ان كان في مشكله على التدريب على ملعب التدريب. دي حقيقه، دي بالفعل، لكن الحق الاهلي تواصل مع المسؤول للسفاره المصريه هناك والناس محترمين محل كل الامور
سواء في حجز الإقامة، كمان سواء في ملاعب التدريب، لأن موسيماني كان ليه بعض مش الاشتراطات، ولكن هو عايز يكون في عزلة تامة لبعثة النادي الأهلي في الفندق اللي هيقيم فيه، ما يكونش فيه اختلاط خوفا من كورونا، يكون الجيم والأماكن والمعدات التدريب خاصة بيهم لوحدهم. فتم الاتفاق على كل هذا الأمر الحمد لله يعني، وبالتالي الأهلي يعني ارتاح يعني نفسيا حتى قبل السفر من هذا الأمر. البعثة بإذن الله هتسافر يوم 31، يعني خلاص النادي الأهلي كان راحة طبعا بعد المباراة يعني هيسافروا يوم يوم الأربع. 31 بالظبط، يوم الأربع بإذن الله، أيوه كده، يوم الأربع 31، استعدادا للمباراة بإذن الله يوم السبت. طبعا مباراة مهمة للنادي الأهلي، لأن زي ما حضرتك تعلم المريخ السوداني هو ده بالنسبة له آخر أمل، وحتى هناك محاولات لحضور الجماهير بشكل كبير، ولكن حتى وزارة الصحة السودانية طلعت بيان منذ ساعات وقالت هيكون في صعوبات في حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا، ولكن هناك أيضا محاولات من جانب المريخ السوداني. ولكن سواء اللقاء أقيم بجمهور أو من غير جمهور، اللقاء يوم السبت القادم 3 إبريل بإذن الله في المريخ السوداني في 3 عصرا بتوقيت القاهرة. بعثة النادي الأهلي هتسافر يوم 31 يعني بقيادة الأستاذ المحترم خالد الدرندي. الفريق بإذن الله يعني هيتمرن فيها 10 صباحا خلال الأيام القادمة وقبل السفر إلى السودان. كان الأهلي عمل مباراة يعني ودية كده بالأول أمس ما بين الفريق الأول وفريق الناشئين في غياب طبعا اللعيبة الدوليين سواء منتخب أول أو منتخب أولمبي. كان الجميل فيها الاطمئنان على عودة وليد سليمان، الاطمئنان على حسين الشحات، تعلق فيها أيضا بدر بنون، يعني كانت مباراة مميزة. والميزة أن وليد سليمان الحاوي بنقول له الحمد لله على السلامة، هيبقى إضافة للنادي الأهلي بإذن الله الفترة القادمة ويسافر مع بعثة النادي الأهلي طبعا.